تعرف يعني البيان اللي يمكن خرج من نادي ايسترن يعني اسبابه ايه؟ خصوصا يعني ان هو اتكلم على نقطه التحكيم والاعلام ايضا. بص يا كابتن محمد، خلينا نتفق ان الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام واقعي وبيحصل. بيبقى فيه حسابات وفي مصالح بتتحكم في الفتره الاخيره من الدوري. في فرق يهم المسؤولين ان هي تكمل، اللي هي الفرق الجماهيريه، الفرق اللي ليها تاريخ، وبيضربوا عرض الحائط بالفرق اللي هي بقى ايه، انديه الشركات، يعني الحر العرب يعني والجونه، يعني برضو انديه مش ما عندهاش جماهيريه يعني. ما هم مضطرين، ما هم انت دلوقتي عندك خلاص في انديه لازم يعني ايه هتسندها. خلينا انا بحب اتكلم، انا عامل زي كابتن رضا كده بقول اللي جوايا بقوله. معلش يا كابتن، ما انا برضه يعني انا هتقول اللي انت عايزه يعني. احنا لكن انا بالنسبه لي ما ينفعش الانديه دي تهبط. اشمعنى الانديه دي بعينها وحضرتك مثلا يعني تبقى انت مش موجود من ضمن الانديه دي كنادي؟ انديه ايه؟ عشان انا ماليش ظهير اعلامي، عشان انا نادي مش جماهيري. يعني الجونه ليها ظهير، المقاولين ليها ظهير؟ لا، المقاولين ليه تاريخه، الجونه ليها تاريخها. لكن احنا انت هتتكلم على فرقه مثلا زي فرقه المحله، لا هتتساند، فرقه الاسماعيلي هتتساند، الاتحاد هيتساند، المصري هيتساند. الكلام ده صح ولا انا غلط؟ لا حضرتك تقول يعني، بس الكلام اكيد ده صح. لو كل واحد بيستخدم ضميره يعني الموضوع على الحياه تماما. لا احنا مش في الجنه يا كابتن محمد. حته الضمير والمثاليه والحاجات ديت مش موجوده. احنا بنتوسم وبنتمنى ان فعلا يكون في ضمير ويبقى في مساواه ويبقى في شفافيه وفي تكافؤ فرص لمصلحه الدوري. مفيش حاجه اسمها ده نادي شركات ندوس عليه. احنا النادي الوحيد اللي في الدوري الممتاز ما تعملوش اعلان. لو حضرتك تلاحظ التيشيرت بتاع الشرقيه للدخان او ايسترن كومباني، انتوا اللي طالبين الكابتن كده ولا؟ لا لا لا، الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح. هو بعت لك العقود دلوقتي، الكلام ده مش صح. على احنا هنطلب ان شركه وليكم اسمكم، وبالتالي مش عايزين يعني انتوا. لا لا لا، الكلام ده مش صح طبعا. وتوعدنا اكتر من مره، لا هنعمل لكم اعلانات، لا هيبقى في كذا. وديت مصدر تمويل للنادي وللفرق وللعيبه. احنا برضو يعني في لعيبه عندنا في التزامات علينا وفي مسؤوليات، وانا الحمد لله ما خليناش بالتزاماتنا وبمسؤولياتنا. ومع ذلك مش مشكله يعني، احنا برضو ما بصيناش لايه بالحته دي قوي. لكن الفتره ديت لا، انا محتاج بقى العدل. لو حضرتك بصيت لفرقه ايسترن كومباني، لا احنا اتظلمنا كتير السنه دي، اتظلمنا فعلا والله العظيم يا كابتن محمد. اقسم بالله. تمام. يعني الحكام كانت بتخرج، كان الماتش يخلص يتصلوا بيا، لا احنا معلش احنا ظلمناكم. طب انا استفدت ايه؟ يعني انت ظلمتني، انت جاي دلوقتي انت خلاص بقى يعني زي ماتش ايه مثلا يا كابتن؟ انت حصل زي ماتش الحكم، ماتش الاتحاد السكندري اللي هي ضربه جزاء واضحه وتستحق طرد، والحكم كلمك كابتن بعد اللقاء قال لك احنا الحكم بعد الماتش يقول لي لا ده انت كان ليك ضربه جزاء، معلش. طب انا استفدت ايه؟ ما تقول لي حاجه زي كده. خلي بالك القرار دلوقتي يا كابتن محمد ممكن يضيع تعب موسم كامل. يعني القرار دلوقتي ممكن واحد يحسب مثلا ضربه جزاء عليك تضيع منك تعب موسم كامل. واحنا فرقه تعرضنا اساسا لظروف، احنا جينا يعني صعودنا للدوري الممتاز بعد 60 سنه جه فتره تغيير مجلس. كان في اخر شهر في المجلس القديم ده فتره ريبه، صعب ان انت تتعاقد مع لعيبه، صعب ان انت تخلص كل حاجه، وجت مشكله الاجانب. ومع ذلك قدرنا الحمد لله نلم نفسنا برضو، والمجلس الجديد للباشمهندس نصر عبد العزيز والمجلس كله تكاتفنا، وابتدينا نعمل تصحيح اوضاع، وجبنا الكابتن علاء عبد العال، وغيرنا قوام الفرقه بالكامل، واشتغلنا ما فقدناش الامل، وقلنا هنشتغل وهنعمل اللي علينا. احنا مش عايزين اكتر من حقنا. انت بتشتكي هنا في البيان ده كابتن رابطه الانديه لرابطه الانديه؟ يعني لان حضرتك نعم. بتقول المسؤولين، والمسؤولين هنا في الوقت الحالي بالنسبه للدوري، هو اللي بيدير المسابقه الرابطه. هو رابطه. انا مش بتكلم على كاس مصر، انا بتكلم على الدوري. على الدوري فالرابطه هي اللي بتديره، مش مش الاتحاد. يعني انا بتكلم على مسابقه الدوري العام. يعني بما معناه حضرتك بتقول لهم انتبهوا، يعني انتوا احنا يعني احنا بنوجهوا الدنيا بنحط كده الضوء او بنسلط الضوء على نقط معينه، ان الفتره الجايه ديت احنا قلنا ان احنا دوري كبير ودوري لسمعته، عايزين نحافظ على حاجه زي كده. ما يبقاش فيه بقى تفويت، لان انا حضرت حلقه مع الكابتن اسلام، كان معظم الكلام عن الحلقه عن التفويت، هل هيبقى فيه تفويت؟ هل مش مع ان انا يعني انا ممكن اقول مثلا يعني ايه بنسبه 50 60% هيبقى فيه تفويت، بس ممكن تبقى واضحه مش واضحه. بس احنا عارفين اللي بيتم، وعارفين اللي هيحصل الفتره الجايه، وعارفين فرق معينه هتعمل ايه وفرقه هتعمل ايه. انت وصل لك معلومه كابتن ان في فرق اتفقت؟ يعني هل وصل لحضرتك معلومه ان في فرق اتفقت؟ في فرق انا اعرف ان في فرق خلاص قالوا احنا الماتش ده هنعمله تعادل عشان احنا الاثنين نبقى في الامان. في فرق هتلعب لمصلحه فرق ثانيه،
في فرقه هتلعب مثلا بالمجموعه اللي هي مش الاساسيه عشان خاطر تسند فرقه، وده اعلامي اللي قال كده ومسؤول، اعلامي قال كده واعلامي مسؤول، مسؤول في نادي قال كده، قال لك انا يعني الفتره الجايه في ماتش كذا مع كذا الفرقه دي خلاص ضمنت مكان مش عارف ايه، فاحنا هنلعب بالناشئين او حاجه زي كده. كلام ما يصحش يعني، احنا كلام ما ينفعش يبقى في الدوري المصري، وما ينفعش يبقى مسؤول، ما نحسش كده بالايحاءات اللي بتحصل ديت وبالايماءات اللي بتتم. لا الوضع مش معلش يعني مش حاجه كويسه، في ناس بتتعب وفي ناس بتشتغل وفي ناس يعني بتتعرض لمساءله وهتتعرض. كابتن باسم مفيش مشكله، احنا اخطانا نتحمل خطا، لكن ما انا ما اشيلش خطا ناس تاني. باسم ايه يا كابتن؟ من الاخر قول اكسب ماتشين هتعدي، مالكش دعوه بحد. ماشي كابتن رضا معايا؟ اه كابتن رضا في ملعبك انت واكسب الماتشين وابعد عن وجع الدماغ ده. لو بالك هم اصعب مباريات. انا اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن، ماشي، ما كله عنده ماتشات صعبه، مفيش حد عنده ماتشات سهله، حتى المحله والمقصه ماتش صعب. احنا نكسب ماتشين وممكن ما نبصش للماتش التالت زي ما حضرتك بتقول، بس تاخد حقك. بس خلاص الكوره في ملعبك انت يا باسم، ما الكوره في ملعبي. لو ما تتهمش حد، لو الدنيا ماشيه فير يا كابتن رضا، لو انت ماشي فير، انا والله سيبك من الفير، لو ههبط مش هيفرق معايا. سيبك من الفير والكلام ده، انا بكلمك دلوقتي، انا دلوقتي الكوره في ملعبي، انا اكسب وماليش دعوه بحد، ما تبصش لحد ولا تقول هيلعبوا ناشئين ولا ما يلوموش الا نفسهم هم، لو انت كسبت هم هيلوموا نفسيهم. دي حقيقه، واخد بالك؟ فانت خلي الكوره في ملعبك وقول استحسن حسن النيه وسيبها على الله، اكسب طيب ماتش وتعادل ماتش. انت هو برضو عشان بس يعني برضو هو في مرحله صعبه كابتن، وعمليه التنبيه ان يبقى في عداله في التحكيم كل الانديه بتتكلم فيها. واحنا هو قبل ما يخش بس احنا قلنا ايه؟ العداله، ولو هو نادي إستر لو عايز ان هو لازم يكسب، لا يجيب حكام هو اجانب، ما يفرضش على فرق تانية تجيب حكام اجانب. انتوا يا كابتن طلبتوا بحكام اجانب اصلا كابتن باسم ولا ما طلبتوا؟ لا ما طلبناش. طيب يبقى خلاص بقى، ركز انت مع فرقتك واكسب ماتشين او اكسب ماتش وتعادل ماتش، انت خلاص بعدت عن الناس دي، سيبهم هم بقى يخبطوا في بعض، وانت خلاص يبقى انت عديت. طيب اتكلمت على الاعلام، يعني انت شايف يعني هل الاعلام برضو واخد اتجاه لبعض الفرق يا كابتن؟ يعني احنا جزء من الاعلام ومعاكم كلكم، يعني مع كل الانديه يعني على حياتي. لا انا هبعت لحضرتك وهبعت للكابتن رضا حاجات كده على الواتس بعد ما اقفل مع حضراتكم، هبعت لكم الكلام ده. احنا مش مسؤولين برضو يا باسم، يعني احنا مش مسؤولين، احنا مش مسؤولين، مش في ايدينا حاجه. هو قصده عايز يعني يورينا. يعني كابتن رضا اقول لحضرتك على حاجه، انا بيعجبني في حضرتك ان انت بتطلع بتقول اللي انت حاسه واللي انت شايفه حتى لو هيعمل لك مشاكل. لا انت حضرتك مسؤول ان انت تقف جنب الانديه اللي احنا وقفنا. ما انا قبل ما انت تخش انا قلت لازم اول هام من العداله ان الثلاث ماتشات الاخر يتلعبوا في توقيت واحد. في توقيت واحد. دي يعني رقم واحد، واخد بالك؟ قلت رقم اتنين. بس مش موجود يعني برضو كابتن باسم، لازم كانت في البيان الخاص بالبيان ده لازم كانت النقطه دي تتذكر على فكره. ان انتوا تطلبوا مفيش مشكله يعني، هو مفيش مشكله ان انا ممكن نعمل بيان تاني، بس لا يعني لو تطلبوا بشكل رسمي يعني. هل بيلاقي صدى؟ هل بيلاقي انت ما قلتهاش انا قلتها يا باسم، يعني انت ما قلتهاش وانا قلتها، ان لازم يبقى تطبيق لمبدا العداله لكل الفرق، ان الثلاث ماتشات للثلاث فرق اللي هم بيصارعوا على الهبوط ان يتلعب في توقيت واحد. عشان واحنا عشان كده كابتن رضا احنا بنحترمك واحنا بنحبك، احنا مفيش اي مصالح مشتركه مع حضرتك، بس حضرتك بتقول كلمه حق. الحمد لله رب العالمين. وما